الموسم الذي جاء قبل الكورونا، وراكم شفتوكم يعني كل الجميع تكالب على القطاع، حتى واحد ما حلم فيه، رغم ما يقدم من خدمات لهذا البلد العزيز. وكتعرفوا بان يعني من اللي جات الجائحه صاحب الجلاله اسس واحد اللجنه، لجنه قويه ماشي سهله، لسمات انذاك لجنه اللياقه الاقتصاديه. وشكون اللي كانوا فيها اعضاء؟ كان اساسا الذي يتراسه السيد وزير الماليه، كان كذلك هناك وزير التشغيل، طبعاً حتى المسؤولين الاخرين، وما كانش فيها وزير التنميه الوطنيه، ولكن اللي كان فيها اساسا هو واحد السيد سميتو شاكيب العلج. شكون هو شاكيب العلج؟ هو رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هاد شاكيب العلج علاش كان تماك؟ كان تماك من اجل الدفاع عن المقاولة المتضرره. وملي كان تماك ما كانش كيعرف المقاولة التربويه، ما كانش كيعرفها، كان كيجهلها، لان احنا ما كناش كاينين تماك، لا يعرفوها لا يفهموها. كيف في قطاعات فلاحيه صناعيه تجاريه في مختلف سياحيه الى اخره الى اخره، وكان يدافع على هذه المقاوله المتضرره، في حين اننا احنا كنا من اكبر المتضررين، واعتبرنا باننا مؤسسات غير متضرره مع الاسف الشديد. فهذا علاش فكرنا يعني احنا كنا نعتقد بان لو باسبور ديال ليدوكاسيون اللي كنعملو هذا كافينا باش نوضعنا في المقام. كنا كنعتقدوا بانه رحنا الولاده ديال الفقيه اللي كان ايام زمان كان مكرما مجلا في المجتمع، ولكن مع الاسف لقينا بانه حتى واحد ما بقى يحترم الفقيه، وبالتالي انه لا بد ان ننظر بواحد المنظور عصري جديد، لا بد ان ننظر بمنظور عصري جديد، ونبداو نسميو الاشياء باساميها. ما نبقاوش نحن مؤسسات للتربية والتعليم فقط، لا، نحن مقاولة تربوية. نحن مقاولة تربوية. بحيث أن من بين الركائز الأساسية لقيام هذا الصرح التربوي وهو الحفاظ على جانب المقاولة فيه. فلهذا علاش أننا انخرطنا بعد أول الاتحاد، واليوم ندعو جميع المؤسسات عبر التراب الوطني، لأن هذه الدعوة هذه يعني